اولا نحن نوجه تحيه لكل الشعوب العربيه بما فيها شعب البحرين الشقيق، لان الشعوب العربيه هي ترفض التطبيع مع دوله الاحتلال الاسرائيلي، وتعرف ان العدو الرئيسي هو الاحتلال الاسرائيلي، وهو يسعى ويطمع الى ان ينهب كل ثروات المنطقه العربيه ويحاول اختراق يعني الجسد العربي من خلال الانظمه العربيه وبعض الحكام المتربعين على عرش الشعوب بعيدا عن الديمقراطيه وبعيدا عن رغبه واراده شعوبها. وبالتالي نحن نرحب ونحيي ونقدر عاليا الحراك الشعبي في البحرين الشقيق الذي يرفض التطبيع ويضع العراقيل امام يعني محاولات السلطات الحاكمه بفتح الابواب امام الاحتلال الاسرائيلي. وقد شهدنا بالفتره الاخيره يعني حركات شبابيه ونسويه ومثقفين وكتاب يبادروا، وقد اصدروا بعض يعني القرارات وبعض الاحكام التي تمنع الوفود الاسرائيليه بدخول دوله البحرين. فنوجه لهم التحية وندعو كل الشعوب العربية أن تتحرك لإغلاق الباب أمام التطبيع ودخول الاحتلال إلى الدول العربية.